نذهب إلى روزا اليوسف وما زلنا مع نفس الموضوع، ولكن وزير الداخلية هذه المرة وتصريحات وزير الداخلية على روزا اليوسف. العنوان يقول: صامدون حتى نقتلع الإرهاب من سيناء. اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية عقد اجتماعات مع مساعدي والقيادات الأمنية، وكان لقاء موسع لاستعراض تنفيذ ومتابعة السياسات الأمنية، كذلك لتقييم الأداء الشرطي وتفعيل الخطط في ظل التحديات الأمنية والتهديدات اللي بتواجه العمل الأمني في المرحلة الراهنة على جميع الأصعدة. وأيضا فيما يخص الموقف الأمني بشمال سيناء، وزير الداخلية قال إنه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حققت نجاحات ملحوظة لتقويض قوى الإرهاب وعناصره، وقال إنها ما زالت صامدة بتطلع بدورها الوطني بكل إصرار لاقتلاع جذور الإرهاب في جميع ربوع محافظة شمال سيناء. وبيقول انه اجهزه الشرطه او الامن تحديدا الشرطه والقوات المسلحه رغم ما تقدمه من تضحيات فداء للوطن وترابه ما زالت مصممه على اقتلاع الارهاب من جذوره. واوضح ان الاجهزه الامنيه لم تطلب في اي مرحله من المراحل من المواطنين المقيمين بشمال سيناء منذ بدء هذه الاحداث بمغادره منازلهم او التوجه لاي من المحافظات الاخرى.